مساء الخير. النهاردة فيديو بتاعنا هيكون عنوانه الانفصال سهل لكن الأصعب الاستمرار في الحياة. ايه العنوان الغريب دوت وايه الكلام ده؟ هشوفه حالا. مساء الخير يا جماعة. انا شيمة في امريكا. انا شيماء، بكلمكم من مصرية مقيمة في مدينة نيويورك. النهاردة احنا بنتكلم عن شيء جديد، او هو طبعا مش جديد، هو احنا بنمر بيه. هو الموضوع الرئيسي عن فكرة الانفصال. النهاردة لما نتكلم هنقول ان حصل الفترة اللي فاتت احنا كلنا تحت ضغط، وكلنا زي ما قلنا under pressure، علينا اعباء كتير جدا. والحقيقة انا استقبلت تليفونات من اصحابي الفترة اللي فاتت كتيرة قوي، وكلها من ناس مختلفة، وكل واحدة ما تعرفش التانية، يعني مش مجموعة متواجدة مع بعضها او مقصرين على بعض او كده. لكن كلمتني واحدة صاحبتي: شيماء انا زهقانة ومش طايقة نفسي ومش طايقة البيت ومش طايقة الولاد، وانا عايزة اتطلق، ممكن تساعديني؟ عايزة انزل مصر لو سمحتي. انا ماشي اوكي، متجوزة بقالك كام سنة؟ بقالها 27 سنة. الشخصية التانية متجوزة وبقالها فترة طويلة، وفجأة برضو زهقت وعايزة تتطلق وزهقت من جوزها. و اوكي خلاص كده يا جماعة، انا عايزة اتطلق وارجع، يعني مش عايزة ترجع مصر، عايزة تستقر برضو في امريكا هنا، لكن عايزة تتطلق. متجوزة بقالها قد ايه؟ 10 سنين. رقم 3 متجوزة بقالها 8 شهور. يعني ملحقتش تزهق بسرعة يعني قوي. الشخصية اللي بعد كده بقالها 8 سنين. طيب انا ليه عامة وجهة نظر دي ما بغيرهاش، ان الانفصال سهل لكن الاصعب هو الاستمرار في الحياة. ليه بنقول الكلام ده؟ لان يا جماعة فكرة الانفصال، اوكي كل واحد فينا هيروح لحاله، هنقابل شوية مشاكل، المشاكل دي طبعا هتكون شوية نفسيا، هتتعبي شوية نفسيا وخلاص، بانك انت خدت القرار، وانت بانك هتاخدي القرار تبقي قد القرار اللي انت هتاخديه. طيب هل هو الموضوع ان انا خلاص اوكي انا زهقانه يا جماعه، باي 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 باي، وهنقعد نص ساعه وهنرجع؟ لا، ده الموضوع حياه، بنوقف حياه والحياه كامله بتقف. فيها اولاد، فيها نفسيا للزوجه بقى كزوجه خلاص هتنفصل، فيها نظره اجتماعيه، وفيها عوامل كتير. طيب اما نفكر في الانفصال، زي ما قلنا دي المشاكل اللي هي هتبقى موجوده. يا ترى المصاريف هتبقى ازاي؟ يا ترى الاحداث هتبقى ازاي؟ يا ترى هيصرف عليا؟ هيذلني بالعيال؟ مش راضي يدي ولاده فلوس؟ كل المشاكل دي ممكن تتحل بدخول سين وصاد من العيله ومن الناس ومن الجمهور اللي حوالينا. طيب الاستمرار بقى في الحياه هو الاصعب، لان دوت لازم نقف وقفه مع نفسنا. احنا يا جماعة الحياة فيها جانبين اتنين، جانب سلبي وجانب ايجابي. الجانب يعني السلبي ايه هو والجانب الايجابي؟ المفروض ان احنا نمسك ورقة وقلم ونبدأ نكتب يعني الحاجات الاتنين. اولا، طول ما انت عصبية وطول ما انت تحت ضغط، فكل الدنيا هتشوفيها سودة، مفيش يعني انسي انت هتشوفي حاجة بيضة، كل حاجة سودة، وكل الافكار اللي بتلف حوالينا هي كل الحاجات الوحشة اللي اتعملت فينا. ده زعق لي، ده اتخانق معايا، ده ما اداش حاجه للعيال، ده شخط في الولاد، ده اي الاكل وحش، كل حاجه هتبقى وحشه، مفيش حاجه واحده هتبقى كويسه اساسا، كل حاجه هتبقى سوء. طيب المطلوب نعمل ايه؟ ان احنا نحط كده، نبص لنص الكوبايه المليان. احنا عندنا مش النص الفاضي، لان النص الفاضي ده احنا نفس كلنا عندنا نص كوبايه فاضي، محدش فينا كامل. ماشي، محدش فينا الشخصيه الكامله ديت مش موجوده، دي شخصيه سبحان الله يعني الكمال لله وحده. فمش هنقدر نوصل يعني كده. وبعدين حتى انت نفسك وانا نفسي شايفه اذا كان فيا جوانب كويسه فاكيد عندي جوانب وحشه، ماشي، ما نقدرش نحكم عليها بكل سلاسه كده. او وبعدين خلي بالكم، انا مقتنعه اقتناع تام ان احنا بنتحول وعندنا اكتر من شخصيه. بمعنى ايه؟ ان شخصيه، لو احنا مثلا اتكلمنا يعني اتكلمت عن نفسي، فانا شخصيه مع اصحابي مختلفه عن شخصيتي كزوجه، مختلفه عن شخصيتي كاخت. ممكن تكون يعني في حاجات بتجمعنا مع بعضيها كلها، او الشخصيه اوكي شخصيه كويسه لكن برضو ليها جانب سيء. احنا طبعا زي ما قلنا يعني لازم ندور على الجانب، ايه اللي وصل الحياه لكده؟ ماشي، ايه اللي وصل الحياه لكده؟ اولا كلنا في الفتره اللي فاتت وموضوع الكورونا، واعاد الرجاله كلها في البيت 3 شهور، دي طبعا ماساه. ايه اللي مخليها ماساه؟ الزوج كان بيخرج مثلا الاول، طبعا ده بالنسبه للناس الاول اللي ما بتشتغلش، الزوج كان بيخرج الاول بره وبيرجع، ففي نص اليوم بره ونص جوه،
فلما بيرجع بيحصل تغيير، وبيحصل مثلا ان هو لسه جاي من بره فمحتاج يرتاح شويه، واول ما بيجي مثلا بعد كده بنفتح موضوعات، بنتغدى ونخلص، بعد ما نخلص مثلا قعد شويه وارتاح فنقدر نتكلم ولو حتى نص ساعه. انما دلوقتي انت من ساعه ما بتصحي من النوم بتعملي فطار، وبعد الفطار بتعملي قهوة وشاي وعصير وسناكس وماما زهقان ومش عارف اعمل ايه، واللي بينفخ وبتروقي وراهم في كل حتة، واللي بيشيل يعني، وكله قاعد على الاجهزة. خلي بالكم ان من سلبيات القعدة اساسا، ومن سلبيات اللي احنا بنعاني منها حاليا كلنا، هي السوشيال. السوشيال ميديا دلوقتي الكل البيت ما عادش فيه حياة اجتماعية، وده يا جماعة هو اللي مقصر فينا. احنا لو بنرجع بالزمن لورا شوية كده هنلاقي ان احنا كنا بنقعد مع بعض على ترابيزة واحدة في وقت معين، كل في وقت واحد، ماشي، كان في بينا حوارات، كان ممكن حد عنده مشكلة كنا بنحلها كأسرة، يعني كأسرة. انما دلوقتي ابنك في الاوضه ديت قاعد على فين، فلان ده بيلعب مع اصحابه على النت، طب فين التاني مش عارفه بيعمل ايه، طيب فين فلانه دي بتكلم صاحبتها على السناب، فماشي وانت بتعملي او جوزك بيعمل ايه، قاعد يقرا الاخبار على الفيسبوك او بيكلم حد من صحابه، او انت طبعا كست بتتكلمي في التليفون، ماشي. فنلاقي ان الاسره كلها فجاه البيت كله ساكت، في حاله ان البيت كله قاعد على الموبايلات او على اي حاجه بقى من السوشيال ميديا او اي ديفايس او اي كونسل، يعني كونسل كل دوت موجود، ماشي. احنا فين حياتنا الاجتماعيه يا جماعه؟ ما هو برضو نرجع تاني كل الحاجات ديت، وبرضو زي ما قلت لكم نرجع نفس القصه، قعده الراجل في البيت حاليا بقى مخلي باله من كل حاجه، ماشي. الكوبايه دي هنا ليه؟ دي بتعمل ايه هنا؟ انت على فكره بتتكلمي كتير قوي في اصحابك، انا مش عارف بصراحه انت بتجيبوا الكلام ده كله منين، يعني مش عارف يعني كده. فاصبحتي تحت الميكروسكوب كل حاجه، انت حاسه ان انت مضغوطه لان انت متراقبه، وحاسه ان هو شايفك زياده عن اللزوم. هو اللي حصل ان انت بقيتي زي ما قلنا، لو هو كان بيجي ساعه او ساعتين في اليوم يعني متواجدين كده على بعضهم، ف يا دوبك ما كانش بيشوف الكلام ده. دلوقتي هو متواجد مع الولاد، الولاد بيزعقوا، الولاد بيتخانقوا مع بعض، الولاد كده. الفتره زادت يا جماعه، بجانب طبعا فتره الدراسه، وطبعا انا بتكلم يمكن عشان احنا او الناس اللي عند اللي في الاي جي او الانترناشونال برضو، هم كمان كانوا زينا كده مخلصين يوم 26 يونيو، يعني 26/6 احنا يعني احنا بندرس 10 شهور، 10 شهور مده طبعا طويله جدا، فيها اجازات وفيها الكلام ده كله، بس احنا هنفتح الموضوع دوت بعدين، مش النهارده. من فضلك انت وكل ست مفروض تقعد تعمل ايه؟ زي ما قلت نرجع لنفسنا. ما هو احنا الجانب ان احنا زي ما قلنا احنا مش طايقين نفسنا ليه؟ احنا دوري على الجانب المشرق، لازم تدوري على جانب مشرق في حياتك. كتر الضغط عليكي هو اللي عامل كده. نبطل ندخل المطبخ شوية، نبطل نعمل الحاجات دي شوية، هيحصل ايه؟ ندي نفسنا فرصة نتنفس، عشان احنا فعلا محتاجين نتنفس، ماشي. وانا طبعا انا واحدة من ضمن الناس اللي محتاجة اخد نفسي، لاني انا تعبت، انا زهقت من المطبخ، انا كرهت المطبخ، وكرهت يعني عارفين كل حاجة بتتعمل اللي هي الحاجات اليومية، انا نفسي زهقت، نفسي اصحى كده احس ان انا محتاجة اخد شوية، يعني اشرب كافيه وانا قاعدة كده، اشرب شوية شاي ماشي بالنعناع كده حلوين. على فكرة انا مفتقدة شرب الشاي بالنعناع، بس المصري مش هنا، مهما باخد اي حاجة هنا ما بحسش بقيمتها ولا بحس بطعمها زي ما احنا كنا في مصر، ده اساسي برضه. يا جماعة احنا محتاجين ندور على الجانب المشرق، الجانب المشرق ده ممكن يكون جانب بسيط قوي قوي قوي، بس احنا نلاقيه، ماشي. وجدي ده، هدي من نفسك، كل ما تتضايقي تتعصبي قولي لازم نهدى. طب انا بعمل كده ليه؟ هنفقد اولادنا او بدانا نفقدهم بالفعل. لو سالت بقى احنا ده الجانب، يعني هو دي الحاجات اللي موصلانا للحاله اللي احنا فيها. طيب الجانب التاني، لو سالت بقى جوزك عليكي، يا ترى انت ليه اليومين دول عصبي قوي وما انتش طايق مراتك، او يا جماعه مراتي طالبه الطلاق وانا زهقان ومش طايق البيت، ليه؟ اصل مراتي كانت حلوه قوي الاول، وكانت نسمه كده في البيت، وكانت دايما مشرقه وبتلبس حلو، وهي قاعده مش قاعده بتعه بقى طول النهار ورابطه شعرها او شعرها منكوش كده والدنيا. على فكره الكلام ده كله انا بتكلم كلام طبيعي خالص خالص، موجود في كل بيت، ماشي. انا جت عليا فتره بطلت ابص للمرايه، يعني بصحى الصبح اسرح شعري كده واعمل الحاجات ديت من غير حتى ما ابص يعني في ايه، اوكي، انا فين، فاهمين؟ يعني كل ست مفروض تقف قدام المرايه بقى تسال نفسها كده، انا فين؟
ابدأي دوري على الحاجة اللي بتعجبك. لو بتغيري، غيري تسريحة شعرك، غيري الشكل العام بتاعك، بصي لنفسك وابتسمي. عارفين التمثيل اللي هو زي ما بيعملوا كده في الممثلين، نقف كده طب نبص كده، لا ضحكة باين ان هي صفرة قوي، طب لازم نحاول نوجد ده. علشان دوري، شوفي حد من اصحابك اللي عنده طاقه ايجابيه يقدر يديها لك. ما في برضو اشخاص بتبقى دايما غم، يعني كل ما تكلميها، في ناس يا جماعه على فكره دي شغلتها الاساسيه، حاولوا تبعدوا عنها. في ناس كل ما تتصلوا عليها تقول لكم ايه ده، انا فيا وفيا 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 وعندي مشاكل وجوزي هيطلقني وجوزي زهقان مني واتخانقت انا وهو والعيال ومش طايقه نفسي كل الحاجات دي. يعني اوكي احنا بنسمع، ولازم نكون في صداقه مش بكتر الاصحاب، احنا ممكن نكتفي بصديق واحد بس، لكن او صديقه واحده بس هي دي الاساس. ماشي، يعني علاقتنا بالناس تبقى حلوه، لكن مش كل حاجه نحكيها، لان للاسف الشديد احنا ممكن ساعات لما بنحكي، يعني ممكن حد بيسمعك وممكن تقول ده انا زي بالظبط، صدقي هي دي حالتنا كلنا، هي دي. وانا مش بكلمك عشان تقولين ان دي الحاله العامه، انا بكلمك عشان خاطر حد يديكي نصيحه. دوري على الحد اللي يعمل دايما سبورت، يعمل لك تدعيم، يكون تسمعي منه يديكي الايجابيات اللي عندك، يرفع من روحك المعنويه. ماشي، دوروا على الجانب المشرق، احنا محتاجين نعمل ده. ماشي، هتنيني اقول نفس الكلام، لاني انا واحده من ضمن الناس اللي طالعه من حاله احباط ولازم اعمل ده. ماشي، لاننا لازم ندور على الجانب المشرق في حياتنا. حاولي تغيري من نفسك. ايه اولا برضو نرجع مره تانية، سبب الانفصال، الحاجه الاساسيه اللي هقولها لكم، طالما ان الزوج ما بيشربش مخدرات، ما هواش عينه زيغه وبتاع ستات وبتاع علاقات اجتماعيه وبيطلع من علاقه يدخل في علاقه، طالما ان هو انسان محترم ما بيش بيتكلم كتير، هي دي شخصيته يا جماعه، هي دي شخصيته. ماشي، يعني انا لما اتكلمت مع مثلا واحده من صحابي، طب انت جوزك يعني انت عايزه تطلقي ليه؟ قالت لي على فكره هو انسان محترم جدا وانسان شو كويس جدا وكل حاجه، بس انا زهقت. ماشي اوكي، انت زهقتي، دي حاله، يعني انت زهقتي ديت، ده انت المشكله فيك انت. ماشي، علشان زي ما قلت كده كتر الضغوط، فانت حاسه ان انت مالكيش قيمه، مالكيش كل حاجه زيها، يعني العادي بتاعها، انت طول النهار عامله زي الخدامه. لا، وقفي الفتره ديت ان انت ما تكونيش عامله زي الخدامه، اعملي اوجدي لنفسك حياه، اوجدي لنفسك حياه يا جماعه. لازم نوجد لنفسنا حياه، لازم نلاقي فتره ان احنا نحس فيها بنفسنا، نقعد نشرب كوبايه الشاي او كوبايه القهوه على حسب انت، يعني الكافيه بتاعك، الشاي بتاعك، اي حاجه، اعملي حاجه حلوه بتحبيها تشربيها مع الشاي زي ما كنت متعوده، بتحبي تاخدي الشاي بالكيك، اوكي اشرب كل، يعني اشربي شايك وكلي الكيك بتاعك كده وانت هاديه شويه. حاولي توجدي لنفسك الفتره، دوري على الوقت المناسب اللي تقدري تعملي فيه ده. ماشي، ما كفايه ان احنا يا جماعه بنيجي على نفسنا كتير. ماشي، كفايه ان احنا نيجي على نفسنا، ندور على الجانب المشرق. وكل واحده زوجها انسان محترم وانسان كويس، فانت ما تدوريش، يعني غيرك مش لاقي ده، يبقى المشكله فيكي انت، ان انت تدوري على جانب مشرق فيكي، عشان انت لما تبداي تهدي وتبداي تغيري الحياه، اكيد الحياه هتتغير. ما زلت بقولها، الانفصال سهل قوي يا جماعه، لكن الاصعب الاستمرار في الحياه. طبعا عارفة ان في ناس، ويمكن انا في موضوعات ممكن نتكلم فيها تانية، اللي هي امتى اقول ان لازم ننفصل، لما يكون الراجل صايع وعينيه زايغة وبتاع علاقات نسائية وبيطلع زي ما قلت كده من علاقة لعلاقة، لحد كده بقول استوب ولازم يبقى في وقفة تانية، لان للأسف الشديد تأثيره السلبي هيكون على الولاد. ماشي، وفي نفس الوقت هيكون طبعا الحياة الأسرية لا عاد فيها ثقة ولا عاد فيها حاجة. لكن الشخص طالما ان الراجل بيتوتي، وبيتوتي دي يعني مش لازم يكون يعني قاعد في البيت، يعني بيحب بيته وبيحب مراته، مش هنقدر نغير الشخصيات ولا هنقدر نعمل دوت. مثلا ان انت عايزاه يكون بيتكلم، اصل هو مش رومانسي، ما خلاص هو شخصيته كده. انت ابداي دوري ازاي تتعاملي مع الشخص ده. ممكن في شخصيات يا جماعه ده، يعني هي دي تركيبه ما نقدرش نعمل فيها حاجه. عشان كده بقول لك دوري على الشيء اللي ممكن يسعدك بابسط الاشياء، وفي نفس الوقت تكوني انت كمان سعيده بيه. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن موضوع برده مهم جدا، وهو بقى دور الاطفال في الموضوع دوت، وتاثيرنا احنا السلبي عليهم بعصبيتنا وبخناقاتنا وبالكلام ده كله. اوجدي لنفسك حياه، هتنيني اقولها، لازم نوجد لنفسنا حياه وناخد طاقة، وتبقى طاقتنا مشرقة، والجانب بتاعنا الجانب المشرق. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ولو عجبكم الفيديو ياريت اسمع منكم تعليقاتكم، يعني قولوا لي نفسكم تشوفوا ايه جديد وان احنا نسمع ايه جديد، وفي نفس الوقت نتقابل ان شاء الله المرة الجاية على خير.
ونكون دعم ونكون كده سند وعون ان شاء الله. باي باي.